كانت في يدي كانت لحظة واحدة. يلا بينا. ماذا حدث بهذه السرعة تلاءمت له جروحك من الخمسة صفر؟ أهدف جاء في الزمالك كان بمثابة صب الماء على جمرتك المشتعلة؟ أكان هدف جاء في الزمالك بمثابة ثاني أكسيد الكربون في حرائق مشتعلة في غابات السافانا؟ قل لي ما هي الخمسة صفر وما هذه العين التي تتحدث بها إلى الآن؟ يا راجل أنت لسه عندك كرامة تتكلم عن الكرة أصلا؟ أنت اللي زيك يلبس نقاب ويتحجب ويقعد في البيت ما يخرجش علشان ما يفتنش الناس. الواحد بقى عنده علامات استفهام على الكلام اللي بيحصل. يعني انا مثلا اتغلبنا 1-0، انا مش عارف انام لحد دلوقتي كويس، يعني نومي مقطع، بنام ساعتين واقوم، انام نص ساعه واقوم واصحى قلقان. الاهلاويه بعد 5 سان داونز انتوا نمتوا ازاي؟ يعني جالكوا قلب كده تناموا وتحطوا دماغكوا على المخده ازاي؟ انتوا عندكوا حاجه سريه مثلا بتاخدوها في الحفره علشان خاطر تقدروا تواجهوا الحياه؟ يعني مثلا الوداد في النهائي كسبتكوا، نمتوا ازاي؟ عندكم مثلا الترجي كسبكم 3 في النهائي، نمتوا ازاي؟ عندكم مثلا بقى سان داونز اخيرا اهي سان داونز، نمتوا ازاي؟ وكنتوا على امل ويقين ان انتوا هتيجوا هنا تكسبوا 6-0، يعني حتى مش هقول لك تكسبوا 2-0 3-0 ويطلعوا وشكم حلو، لا 6-0. عندكم امل ان انتوا مغلوبين 5 تكسبوا 6، ده انا 1-0 وما بعرفش انام يا كفره يا فجره. خلونا برضو نتفق ان القصه كلها مش قصه جمهور كان منيم نفسه وبيقول ان هو هيكسب سان داونز اللي كسبته 5 هيكسبها 6، القصه قصه ان كان في اعلام واقف ورا الجمهور وبيساند الفريق ده علشان كده كان عندهم يقين، ولو حتى ان هم كانوا بيكذبوا على نفسهم بس كان في يقين وفي ايمان بحاجه معينه. تمام. عكس بقى ما هو مرئي دلوقتي ان الاعلام عامل ودن من طين ودن من عجين. طبعا الناس انا هقول لك ان هي ما عرفتش ان الزمالك بيلعب نهائي غير من البوستات بتاعت الزملكاويه على الفيسبوك، الاعلام صم بكم عمي ولا بيقول اي حاجه. بس خليني برضه اقول لك ان احنا مش محتاجين اعلام يقف في ظهرنا ولا اعلام يساندنا، احنا اعلام الزمالك واحنا جمهور الزمالك اللي هيسنده. الزمالك لما هيجي يكسب البطوله احنا اللي هنفرح، الزمالك لما دخل فيه جون احنا اللي زعلنا، انما لما الزمالك بقى هيكسب البطوله وهيرفع الكاس انتوا اللي هتعيطوا وانتوا اللي جماراتكم هتشتعل واحنا اللي هنيجي نطفيها لكم في الاخر. لا ما هو برضه انا عايز اعرف حاجه، ما هو انت مستحيل يكون ركب في دماغك انك هتكسب سان داونز اللي كسبتك 5-6، ده انا مغلوب 1-0 واقسم بالله ما عارف انام كويس، والله ما عارف انام كويس من القلق. ده 1-0 اللي هو انا هجيب جول في اول 10 دقايق واجوم بقى في اي وقت في الماتش ان شاء الله حتى اجيبه بعد بكره مش هتفرق بالنسبه لي، انما انت 6 جوان وكنت على يقين ان انت هتجيبهم. طب انا عايز افهم انتوا خدتوا ايه عشان ناخده مثلا؟ يعني مثلا في حبوب جراءة، في حبوب شجاعة بتاخدوها وغير الحلاوة الطحينية؟ قولي فدني في المواقف ده، انا مغلوب 1-1 مش 5، قولي اعمل ايه؟ لا يا جماعة بس جمهور الزمالك برضو واعي، جمهور الزمالك هيقدر ان هو يصحح اخطاء جمهور نادي الاهلي عملها. جمهور نادي الاهلي راح بسندوتشين حلاوة طحينية كسبوا 1-0، لا بقى احنا هنروح باربع سندوتشات حلاوة طحينية، ومش بس كده احنا هنتسحر حلاوة طحينية، برضو مش بس كده احنا هنفطر حلاوة طحينية، وبرضو مش هنقف على كده احنا هنملى ازايز المية حلاوة طحينية. خلونا كجمهور زمالك نقدم رسالة شكر واعتزاز للاعبي نادي نهضة بركان لما بدر منهم في اللقاء بعدم الانسياق وراء النداء الحقير من الجمهور الأحقر والأوسخ على الإطلاق في العالم، وهو اللعب على إصابة وإزاء اللاعب عمر صلاح. جمهور وسخ من نادي وسخ راح على بتشات نادي نهضة بركان وقال لهم يا جماعة خلي بالكم ده الجون بتاع الزمالك هو الجون الوحيد اللي معاهم في القايمة، العبوا عليه اكسروه، هاتوله إصابة هيطلع بره هيقف أي حد من اللي في الملعب وساعتها هتقدروا تعملوا نتيجة تاريخية. بس أنا كمحمد سامي وجمهور نادي الزمالك بنشكر لاعبي نادي نهضة بركان إن هم ما سمعوش للنداء الحقير الوسخ من الجمهور الوسخ ده. جمهور متعود على انه يكسب بالحكام عادي، جمهور متعود على انه هو يكسب برشوة لعيبة في الاندية المنافسة، تعالى ده انت هتلعب في الاهلي الموسم الجاي هجيب لك عرض حلو، جمهور متعود على كده من فرقته فطبيعي يبقى وسخ زيه. اعزائي السادة المشاهدين انتوا قدام اوسخ جمهور في العالم،
وفي النهايه احب اقول لكم ان احنا محتاجين جونين مش ستة علشان ناخد البطوله، فان شاء الله البطوله في 100 عقبه ويا جمهور اوسخ فرقه في العالم. احب اشوفكم بعد ما نرفع الكاس ان شاء الله، علشان بس نشوف الالتهابات اللي عندكم والكلام ده، لو هنلحق عليكم على حسابنا او على لفقه الدوله، علشان هنبقى مشغولين جدا في الايام دي. والاهلاويه اللي بيعملوا فيديوهات يا جماعه، انتوا رحتوا فين؟ انا بستفسر والناس بتستفسر، الناس اللي بتضحك عليكم بتستفسر، انتوا ما بتقدروش تعملوا فيديوهات ليه يا جماعه؟ يعني انتوا خايفين تعملوا فيديوهات عشان ما يقفشكوش بعد ما ناخد البطوله؟ يا جدعان اعملوا عادي، ما تقلقوش، انتوا كده كده هتتقفشوا وكده كده هتتقفشوا. فعمل حاجه مهمه قوي كنت عايز اتكلم فيها، اعلان قائمه المنتخب دلوقتي ليه؟ هي هيحصل ايه لما قائمه المنتخب هيعلنوا انا مثلا بعد 10 ايام؟ هل اللعيبه مثلا هتتضايق؟ الناس هتتقز ولا يحصل اي حاجه؟ انما ليه اجي قبل ماتش مصيري لنادي الزمالك وانت عندك فيه عبد الله جمعه وكهربا وعندك 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 لعيبه كتيره جدا هتحس بالمظلمه قبل ماتش مصيري زي ده؟ ليه تحط ضغط على لعيبه اصلا عندها ضغط؟ ليه يا جماعه؟ هو احنا طول عمرنا كده هتفضلوا ضد مصلحه الزمالك؟ انا نفسي افهم. وبعدين انا عايز اقول لكم على حاجه، احنا ولا عايزين اعلامي يدعمنا ولا اعلاميين بعينهم يدعمونا ولا اتحاد كوره ولا 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 ولا. نادي الزمالك ورا جمهوره، احنا اللي هنجيب البطوله دي مش انتوا، مش كلامكم، علشان ما تطلعوش تفرحوا معانا لما ناخدها. احنا لما ناخد البطوله دي جمهور الزمالك بس اللي لابسين تيشيرت ابيض هم اللي هيفرحوا، انما انتوا الناس اللي لابسه بدل وجرافطات واقفه في التلفزيونات انتوا مالكوش دعوه بينا. احنا اللي هنفرح نادينا، واحنا اللي زعلانين ان نادينا دخل في جون هناك، واحنا ان شاء الله اللي هنفرح لما نرفع الكاس هنا في مصر. حصلت مجموعتك هارد لك يا زيزيت، معاك نقطه يا ابو نقطه. نقطه معاك نقطه، انت كل اللي انت فيه ده على الزيطه دي كلها، انا الزمالك اللي مفيش زيي اللي الكثير راجل، معاك نقطه يا ابو نقطه. والان عزيز الهابد ابو نقطه بقى في النهائي، وابو شويه نقط اتغلب 5 من سان داونز، 5 اتنهزمون 5، وما ادراك ما الخمسه، انها اكبر نتيجه هزيمه للكره المصريه في البطولات الافريقيه دي اجمع. 5 يا نهار ازرق، فضحتونا، جبتونا فضح، ده انتوا اللي زيكم دلوقتي يتنقب يتنقب ويمشي بملاها لف في الشارع. الزمالك اول فريق مصري يخسر من فريق تشادي يا اخي يا ابن الاخي، من اين تاتي بهذه الهبدات؟ يعني ايه اول فريق مصري يتغلب من فريق تشادي؟ ما هو طبيعي لازم هتلاقي اول من كل حاجه. النادي الاهلي هو اول نادي في مصر يتغلب 5-0 في تاريخ بطوله افريقيا. النادي الاهلي هو اكتر نادي اتغلب بره ارضه في بطوله افريقيا، وهو برضه نفس النادي اكتر نادي اتغلب على ارضه في بطوله افريقيا، في ظل ان الزمالك هو اكتر فريق او اقل فريق اتغلب في بطولة افريقيا على ارضه، وهو برضو اقل فريق اتغلب بره ارضه، في ظل ان اصلا الزمالك خد 5 بطولات افريقيا، لما اخذ ما اقول 5، خد 5 بطولات افريقيا وهو ما اتغلبش ولا ماتش واحد على ارضه. اتعلم كم هذه المعلومات ام تأتي بالهبدات؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول واي قول تقوله؟ الكونفدرالية من بطولة افريقيا الشامبيون يعني يا اخي تقل، بس فعلا تصدق احنا عرفنا ان فعلا الكونفدراليه اقوى بعد اللي حصل فيكوا ده؟ لا الكونفدراليه فعلا اقوى. 4 يا نهار في دي 4، وبتيجي تتكلم على الاهلي ده اللي خسرت من الترجي وانا بقول انا واقع 3-0 يا عبامة كده واقع يا راجل، وهو 3 شوية. طب سيبك من التلاتة، اوصف لي شعورك، ما هو شعورك تجاه الخمسة؟ يا سيد في يا ابو السيكة، يا سيد انت فين؟ انا ما بشوفوش والله العظيم، عامل لي بلوك وبيقول للناس ان انا اللي عامل له بلوك، انا مش عامل بلوكات. اتكذب في رمضان؟ اتكذب ايها الاشرم؟ علي الطلاق بالتلاتة، انت من فعل البلوك ايها الاصدف. 4 دي اقل حاجة على فريق زيك، على فريق جمهور السن بس، على فريق بتاع كفيل، على فريق جاي بالحرام. باي 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 باي. وماذا عن الخمسة صفر؟ قل لي ما هو شعورك تجاه الخمسة صفر؟ يعني فريق كسبني 4-2، جبته كسبته 4-0، يعني جبت حق نفسي بنفسي. قل لي ما هي الخمسة؟ وما يعني لك رقم 5؟ وماذا فعلت قصاد فريق كسبك 5؟ يعني هل ده مثلا أقل حاجة على جمهور دماغه ما فيهاش أي حاجة خالص؟ ما فيهاش حاجة؟ ده أنت عايز تدخل إيدك في بقك وتهرش في مخك، يمكن تحاول تفهم، يمكن تعمل ريستارت لدماغك وهي فاصلة شحن.
وفي النهاية أحب أقدم اعتذار من أعماق قلبي لإخواتنا الأهلاوية. إخواتنا الأهلاوية يا جماعة أقفوا جنبهم، إدوهم 20 جنيه 30 جنيه أي فلوس. الناس بتساعد دول مجموعاتهم معاهم بيشتروا سحلب وبيبسي على القهوة، سحلب وبيبسي. قالوا الزمالك هيخرج من مجموعات، الزمالك صعد أول مجموعة، قال لك هيخرج من نصر حسين داي، وقعدوا يشتروا سحلب وبيبسي على القهاوي وفلوسهم عمالة تتنطور شمال يمين، والزمالك طلع نصر حسين داي، قال لك بس خلاص بقى النجم فرقة جامدة وهتطلعهم. قاموا بقى ايه اشتروا سحلب وبيبسي تاني، يعني اللي بياخدوه من هنا بيجيبوا بيه سحلب وبيبسي، والزمالك طلع النجم الساحلي، ودلوقتي رايحين يجروا يشجعوا نهضة بركان. انا مش عارف انتوا دلوقتي تشجعوا مين، انتوا دلوقتي تشجعوا مطاريد الرشاح وتل الفزيعه. يا جدعان الناس دي تعبت شجعت نص افريقيا. اعزائي الساده المشاهدين، سلام عليكم.